رمضان في قلبي رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء وتطلعت نحو السماء نواظر لهلال شهر نضارة ورواء تهفو إليه وفي القلوب وفي النهى شوق لما قدمه وحسن رجاء الله يا ابوي انت مريح لو تطلع بره تشوف الزحمه كيف مستحيل الله احسن لك انك جالس في البيت مين بالله ان الزحام في الشوارع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هلا حياك الله الله يرضى عليك وعلى اه الله رمضان كريم علينا وعليك يا اخي دوبي وانا جاي لسه انت عارف ان الدنيا فيها خير وانا جاي واحد ماشي في امان الله الا جاك واحد مراه بوري 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 دق له يا شيخ اعصابه بخشمه اوف ما ادري كيف الا عارف بعد ما وقف جاء له واحد كبير فاهم يا اخي استغفر ربك احنا في رمضان ومدري ايه بعدين هدي عارف خذ الشيطان وركب سيارته ومشي لانه مره هنا اخلاقه الله يجزاه خير هذا اللي تمام تمام مع الحراره والجو اللي برا الواحد اعصابه تشد بالذات وهو صايم الحمد لله لسه الدنيا بخير انه في احد ينصحني مع الجوع لا تنسى الجوع كمان شكلك جيعان اصبر يا عمي هي كلها كم ساعه اصبر الحمد لله انه الشايب هذا نزل وتصرف ولا كان الموضوع كبير اكثر من كذا الحمد لله ربنا ستر ولطف ايش مسويين في تلاوه القران في الشارع الكريم اوه يا ابويا رجعت للاجواء الروحانيه حقت رمضان الف حمد وشكر لله الى الان واصل 6 اجزاء ما شاء الله تبارك الله والله يا ابويا لسه انا بادئ الجزء الثالث يا اولادي رمضان هذه فرصه الواحد لازم يغتنمها ان شاء الله ابواب الجنان مفتوحه واعمال الخير كثير فاغتنموها باذن الله الشياطين مصفده ابواب جهنم مغلقه لا تضيعوا الفرصه هذه باذن الله نصيحه يا اولادي لا احد يضيع الفرصه هذه شهر رمضان مره واحده في السنه بيجي لا تضيعوه من يدكم ان شاء الله باذن الله الله يوفقكم ان شاء الله امين يا رب ابويا ترى انا بروح اسوي عمره عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل في ذي القعدة إلا التي في حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة أكيد يا أبويا في فضائل للعمرة في رمضان يا ليت تكلمنا عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري أن هذا الحكم يختص بهذه المرأة طيب أبوي إيش أركان العمرة وواجباتها؟ يا أولادي أركان العمرة 3 أولا الإحرام ثانيا الطواف ثالثا السعي بين الصفا والمروة أما واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات لمن كان الميقات بينه وبين مكة وأهل مكة الحل ثانيا الحلق أو التقصير ومن خلى بركن أو واجب وجب عليه دم الله يعطيك العافية جزاك الله خير أبوي جزاك الله خير أبوي جزاك الجنة إن شاء الله وإياكم يا أولاد إن شاء الله آمين يا رب رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء قالوا بأنك قادم فتهللت
الحياه بالبشر اوجهنا وبالخيلاء وتطلعات نحو السماء نواظر لهلال شهر نضاره وروائي تهفو اليه وفي القلوب وفي النهى شوق لما قدمه وحسن رجائي قدمه وحسن رجائي.